Mei, queda, queda, boys, boys, boys. Queda, queda, boys, boys, boys. Queda, queda, boys, boys, boys. Queda, harman. لا خالص مش كده كده بايظة. بصوا بقى، حتى لو احنا بوظنا في اي امتحان، بوظنا في بيبر 4، بوظنا في بيبر 6، بوظنا في اي مادة ايا كانت، ما ينفعش ابدا ان احنا نفقد الامل ونقول خلاص ما هي كده كده بايظة. لا تماما، الكلام ده مش مظبوط. ممكن يكون جاي لنا احساس ان احنا عملنا وحش في الامتحان، مع ان احنا لو احنا ركزنا في الدرجات هنلاقي ان احنا ممكن نبقى ناقصنا في 3 4 5 6 7 درجات. برضو ده مش اخر الدنيا، ده برضو نقدر نجيب حتى بالدرجات القليله دي نقدر برضو نجيب ستار. فمحدش ابدا يقول لا خلاص ويفقد الامل وبيرضى يكمل، ومادة تأثر على مادة تأثر على مادة. لا ما تفكروش كده، ولا أبدا تفقدوا الأمل ولا تتعبوا ولا تقولوا إحنا خلاص خلصنا. حتى الناس اللي حلت كويس ما تقولش خلاص ما إحنا حلينا كويس في بيبر 4 وبيبر 6، لأن إحنا برضو ممكن الامتحان اللي جاي ينزل الجريد بتاعنا. يبقى ملخص الموضوع كله ان احنا عملنا كويس عملنا وحش، ما ينفعش نفقد الامل، ما ينفعش ابدا نفقد الانرجي بتاعتنا. You need to keep motivated وتكمل لحد اخر امتحان، لان خلاص احنا قربنا وهانت خلاص. تمام، شدوا حيلكم يا شباب، واوعوا تقولوا ما هي كده كده بايظ.